الوطن المنياوي يتحقق وما حصلش. اتمنى الرخاء للبلد والامن يعني مش شرط ان يكون شايف الامن لسه شويه في البحر. اه الامن لسه شويه والبحث يتمنى الرخاء والموضوع الاسعار والكلام ده كله فعلا تعب الناس من اول محافظه من جبلي لحد دبريف بحر كله ده مبني حكومه واهاله كله. كنت تتمنى ان هو يجي المنيا ويشوف التعديات دي بنفسه؟ اه كده كنت اتمنى يا ريت. الله كل يوم نسمع في التلفزيون هدف المنيا فهدف هنا حتى هكون ليه فين هو الكوليكشن. كنا منتظرين الحياه تبقى اسرع من كده بمراحل ويعين مسؤولين تنفيذيين ذو رؤية محددة وخطة تنفيذية محددة الناس تشوف نتائجها علشان الناس تحس بتغيير فعلي وليس تغيير أقوال كبير خالص. وفي نفس الوقت حضرتك برضو احنا منتظرين الكثير والكثير والكثير في مشاريع عملاقة. المنيا بلد فقيرة جدا جدا جدا، ما زلنا في المنيا معدل البطالة عالي جدا، ما زلنا احنا مش حاسين بحاجة صراحة. اولا بالمنيا كانت لها طبيعه خاصه، المنيا كان فيها تواجد كتير لجماعه الاخوان وكانت تشهد يوميا مظاهرات. كون ان دلوقتي شهر 5/2015 ما فيش اي مظاهرات لجماعه الاخوان ده نجاح النظام الحالي. انا اما كنت اتوقع او نفسي او اتمنى اشوف في مشروع في عملاق في المنيا يخدم اهالي المنيا وبالتاكيد هيخدم اهالي محافظات الصعيد الاخرى، ده من اجل تنميه المجتمع المنيا وخاصه المنيا مواردها ضعيفه كل عمل يا اما في مجال الزراعه يا اما في مجال الجهاز الكهربائي.